ما عم بفهم شو بدك. بدك بلد ومؤسسات؟ طيب لشو طلعتي بثورة وطالبتوا بالحرية؟ من شو كانت بتشكي سوريا؟ عايشين ومتنعمين بالأمن والاستقرار. من شو كانت بتشكي سوريا؟ وليش طلعنا بالثورة؟ عن جد ضحكتني ومجع على بالي اضحك لما بسمع حدا بيقول ليش طلعنا بالثورة وشو كانت بتشكي سوريا. بضحك. سوريا القمع والإرهاب، كنا عايشين بحظيرة بمزرعة على آل الأسد. سوريا المليارات والصفقات المشبوهة، المليارات يلي كانت عم تنسرق من قدام الشعب المسكين يلي كان ممنوع يفكر أبعد من منخاره. سوريا لما بتكون الدولة عم تنبنى على أساس الدولة مو على أساس العيلة، ساعتها فيك تتغنى بسوريا اللي كنت عايش فيها. أنتو نحنا يا سيادة المحقق كنا نايمين بسبات عميق ومفكرين حالنا أنه عايشين، ولما نوعينا على حالنا منعونا نشوف هاي الحقيقة والواقع المرير يلي صرنا نشوفه نعمة مو نقمة. بدك تقلي مي وكهرباء؟ المي والكهرباء ما بتساوي بناء إنسان حر. يبدو أنك هاي الكلمة حر ما بتفهم معناها، وما رح تفهم معناها لتمر سنين على هالثورة. إن شاء الله أولادنا يفهموها ويفهموا شو عملنا لحتى كسرنا جدران الخوف وشلنا جبال ما كان حدا يسترجي يمسها ولا يقول بحقها كلمه.